بسنا الحمد لله بشرى ساره كذلك جماعه الدار البيضاء او ساكنه جماعه الدار البيضاء من خلال مابقاش عندنا غير الباصواي دابا اللي افتتحناه خلال الايام القليله الماضيه. اليوم كاين كذلك حدث كبير هو نهايه شهر 6 غيكون انطلاق الخطين الثالث والرابع، وكما تتعرف هاد الخطين الثالث والرابع سيربطون واحد المجموعه من المناطق اللي كانت تفتقد الى هذه الخدمه، يعني الخدمه العاليه الجوده اللي هي ديال التراموي. ودائما اي ترام تيجي في اطار يعني التعاقد مع الشركه المدبره، ان اذا كان هناك عجز على مستوى المداخيل تتكلف وزاره الداخليه خلال الانطلاق ديالو لمده 3 سنوات الاولى من الانطلاق ديالو، وبعدها مباشره يعني الجماعه ديال الدار البيضاء تتكلف بذاك العجز، وهذا العجز عرف واحد التفاقم كبير جدا، وجب على جماعه الدار البيضاء انها هي تاديه. خاصك تعرف ان اي مواطن يعني غير كبل الطرامواي بهذيك 6 دراهم اللي تيخلص، راه الجماعه ديال الدار البيضاء تتخلص 4 دراهم اخرى، يعني تقريبا لاموين ديال التذكره خاصها تكون ب 10 دراهم. الخط الثالث والرابع خاص يزيد من هاد العجز، وبالتالي جماعة الدار البيضاء أشكلت قالت اليوم غنوسع العرض ديال النقل ديال التراموي، بحيث غيكون بتذكيرة وحدة يمكن ليا ركب في الخطوط كاملة ديال التراموي وزيد عليها الباصوي. وارتأت الجماعة بعد أخذ رد داخل اللجان ويعني هذا، أنها أضافت واحد الدرهم على التذكيرة، يعني الحمد لله غيتزادك خطوط أخرى وغتزادك أنك تمشي للمناطق أخرى وغتزادك فقط درهم. إذن هذا هو القرار الأخير اللي تخاد على أن هناك زيادة في تسعيرة التراموي اللي غتزاد بدرهم فقط. هذا فيما يخص التراموي. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.